سلم محافظ الغربية طارق رحمي 5 أسر من قرية حانوت مركز زفتة 5 منازل تم هدمهم وتجديدهم بالكامل في إطار جهود المحافظة لتوفير سكن كريم يليق بساكني القرى وخاصة للأسر الأكثر احتياجا. وأكد رحمي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري تهتم إلى جانب إقامة المشروعات وتطوير البنى التحتية بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديا.